طبعا كلنا شفنا خلال الأيام اللي فاتت الحرب اللي دايرة ما بين روسيا وأوكرانيا، وشفنا صور كتير لمعدات عسكرية ومروحيات، واختلط الأمر على كتير من المشاهدين. فالنهاردة هنتكلم عن مروحية من المروحيات دي، وهي الكاموف 52 الروسية، واللي بتخدم كمان في القوات الجوية المصرية. الكاموف 52 هي مروحية هجومية واستطلاع روسية الصنع، وتعتبر مروحية متعددة المهام، بمعنى انها تقدر تضرب الاهداف الارضية المدرعة وكمان المنشآت العسكرية والافراد المسلحين، وتقدر كمان تتعامل مع الطائرات والمروحيات منخفضة السرعة زي الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، وكمان تقدر تتعامل مع الاهداف البحرية. وكل الامكانيات دي بسبب مجموعة متنوعة من القنابل والصواريخ، وبتقدر تتعامل مع كل الاهداف دي في مختلف الظروف الجوية، وكمان تقدر تستخدم كمنصة قيادة محمولة جوا، وده بسبب الامكانيات التكنولوجية اللي بتمتلكها المروحية.